شيخنا احنا في شهر ذو القعدة وما أشهر الحرم، هل السيئة فيها مضاعفة يا شيخ؟ إذا عمل الإنسان سيئة أو معصية هل تضاعف؟ وكذلك إذا عمل الحسنة وأتى بها هل يضاعف أجرها وفضلها؟ الله جل وعلا يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ثم ماذا قال؟ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الضمير يعود إلى ماذا؟ هل يعود إلى جميع شهور السنة أو أنه يعود إلى الأشهر الحرم؟ قولان لأهل العلم، والصواب أن هذا الضمير يعود إلى جميع أيام السنة، فلا يظلم الإنسان نفسه فيها بالذنوب، ولا سيما في الأشهر الحرم. لو سأل سائل ما هي الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة فرض وواحد، ثلاثة سرد وواحد فرض. السرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والفرض هو رجب. لماذا سميت بالأشهر الحرم؟ لأن الله عز وجل حرم فيها القتال، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في هذه الأشهر، اللهم إلا إذا اعتدى الكفار على المسلمين فإنه يجوز حينها أن يدافع المسلمون عن أنفسهم ولو كانوا في الأشهر الحرم. وبالتالي فإن الأشهر الحرم لها فضل ولها مزية كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، بل إن بعض العلماء بنى على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. المحرم هل هو شهر محرم أم أنه الشهور المحرمة التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب؟ قولان لأهل العلم، الذي يظهر أنه شهر محرم الذي هو الشهر الأول من أيام السنة، لكن كون بعض العلماء يقول إن هذا الحديث يصدق على الأشهر الحرم يدل على أن لهذه الأشهر مزية ومنقبة. ولذا يحرص المسلم على أن يتقي الله عز وجل في جميع الأشهر، بحديث أبي ذر عند الترمذي: اتق الله حيثما كنت. بارك